akhir takbir yang ketujuh, kita akan baca surah Al-Fatihah. Kemudian bergerak pula ke rakaat yang kedua. Kita akan mula dengan 5 kali takbir dengan 4 kali tasbih. Yang mana pada rakaat kedua, apabila kita takbir, itu tidak dikira sebagai takbir yang kelima. Itu dikira sebagai takbir penukaran rakaat. Jadi takbir yang kelima bermula selepas kita bangun daripada sujud, bangun berdiri, Allahu Akbar, kemudian terus Allahu Akbar, itu kira takbir yang kelima, yang pertama daripada yang kelima. Kemudian sama juga kita akan solat, dan kita akan baca surah Al-Fatihah dan baca surah Al-Azim. InsyaAllah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير وأبقى. إنها بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في